أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من يمن مونيتور: صحفيو اليمن ينفذون وقفات تضامن مع زملائهم في المعتقلات. من الموقع بوست: مقتل امرأة في تعز حاولت إنقاذ شقيقتها المصابة. ومن الأخبار المنوعة: محاكمة ديكن في فرنسا بتهمة الاستيقاظ المبكر. أهلا بكم. دعت منظمة إعلامية يمنية جميع الإعلاميين والنشطاء في مختلف محافظات البلاد إلى المشاركة الفاعلة في الوقفات الاحتجاجية التضامنية مع الصحفيين المختطفين، ويعنون موقع يمن مونيتور: صحفيو اليمن ينفذون وقفات احتجاجية للتضامن مع زملائهم المختطفين. وشددت المنظمة على أهمية مشاركة جميع الصحفيين وزملاء المهنة بفعالية في الوقفات الاحتجاجية التي تقام في عدد من المحافظات اليمنية بمناسبة يوم الصحافة اليمنية للعام 2019 والتضامن مع الزملاء المختطفين، ويصادف اليوم 9 يونيو يوم الصحافة اليمنية في ظل ظروف غاية في الصعوبة تعيشها حرية الصحافة في اليمن منذ اندلاع الحرب نهاية العام 2014 حتى اليوم. تقول نقابة الصحفيين اليمنيين أن 39 شهيدا من الصحفيين قدموا أرواحهم ثمنا للحقيقة منذ الثورة الشعبية في 2011 وحتى اليوم، و17 صحفيا لا يزالون مختطفين لدى جماعة الحوثي ويتعرضون للتعذيب والمعاملة القاسية. ركز موقع مارب بريس على الأوضاع في صنعاء التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثيين، وعنوان الموقع: هكذا حولت ميليشيات الحوثي صنعاء إلى مربع أمني للتنكيل والاعتقالات. ووفقا للموقع، فقد حولت ميليشيات الحوثي صنعاء إلى مربع أمني تمارس فيه شتى أنواع الاضطهاد والتنكيل والاعتقال. وأكدت مصادر مطلعة في صنعاء قيام الميليشيات بنهب ومصادرة ملايين الريالات من مصارف عدة تم اقتحامها ونهبها من قبل عناصرها خلال إجازة العيد بحجة أنها تتعامل بالعملات الجديدة. كما قامت الميليشيات باعتقال عدد من تجار اللحوم خلال أيام العيد بحجة أنهم لم يستقطعوا ما يسمى بالمجهود الحربي من كل رأس ماشية تم ذبحه في محلهم. كما قامت خلال إجازة العيد بتسيير دوريات إلى جميع المتنزهات والمراكز التجارية والمطاعم والمقاهي والحدائق لمضايقة المرتدين لتلك المناطق بحجة منع الاختلاط. تعز وعيدها الآخر، تحت هذا العنوان كتب بلال الطيب مقاله المنشور في موقع يمن مونيتور: لم تكن أيام الحالمة العيدية هادئة كالعادة، فقد عكرت قذائف الموت صفوها وهد الغزاة الجدد سكونها، جعلوها عذابا آخر تضاعفت فيه معاناة سكانها وتعاظمت مصيبتهم. وما من يوم مر إلا وسقط فيه ضحايا، وهي كعادتها قوية صلبة، لم يعد يرهبها لون الدماء، لم يعد يرعبها صوت الفناء، لم يعد يفجعها موت، فقد أدمنت كفاها دفن الشهداء. رغم مرارة الحرب وقساوة الحصار لم تتغير طقوس تعز العيدية، ألف سكانها صوت القذائف وتعايشوا معها، واتجهوا كالعادة صوب الأسواق والحدائق والمنتزهات، ملؤوها بضجيجهم وأغانيهم وضحكاتهم، وأعادوا إلى منازلهم وكلهم شوق ليوم عيدي آخر ولعيد حالم آخر. في تعز وفي أيام العيد بالذات يحلو للمرء التجوال في أزقتها العتيقة ومدينتها القديمة، وصولا إلى قلعة القاهرة حيث تنسكب الفتنة انسكابا وجلها معالم رائعة زاهية بالوصل مفعمة بالسكينة. الدخول إلى رحابها له مذاق خاص ونكهة عابقة، والغوص في تفاصيلها لا يشبه أي غوص. في تعز لا تكتمل فرحة العيد إلا بزيارة جبل صبر، حيث الطبيعة الساحرة والجمال الأخاذ والقرى المعلقة التي تسامر النجوم، ولا يحلو المقيل في شعابه الخضراء إلا على صوت أيوب طارش الصداح.
أثبتت المدينة للجميع أنها قوية صلبة عصية على الانكسار، تبحث كل يوم عن فرحة انتصار، ترقب بصبر لحظة التحرير الشامل وعيونها على المستقبل تحجز لها في أجندته مكانا. ولأن دوام الحال من المحال، سيمضي هذا العيد وسيأتي عيد آخر، وتعز وسكانها حتما سيكونون في أحسن حال. قتلت امرأة فيما أصيبت شقيقتها برصاص قناصة مسلحي جماعة الحوثي شمال مدينة تعز، وعنون الموقع بوست: مقتل امرأة وإصابة شقيقتها برصاص قناص حوثي في تعز. قالت مصادر محلية للموقع بوست إن المواطنة جمالة أحمد محمد البالغة من العمر 50 عام استشهدت في حي المفتش بمنطقة عصيفرة برصاص قناص مسلحي جماعة الحوثي المتمركز في جبل الوعش. أضافت أن المواطنة جمالة تم قنصها أثناء محاولاتها مساعدة أختها فاطمة التي أصيبت هي الأخرى برصاص ذات القناص. وطبقا للموقع، تواصل ميليشيا الحوثي قنص الأهالي في مناطق تمركزها أو من مناطق تمركزها، متسببة في سقوط ضحايا في صفوف المدنيين غالبيتهم نساء وأطفال، وسط صمت مطبق من المنظمات الدولية والمحلية. قالت وزارة حقوق الإنسان إن آلاف الأطفال في محافظتي تعز والضالع يواجهون الموت بكل لحظة نتيجة قذائف ميليشيات الحوثيين وهجماتهم العشوائية على الأحياء السكنية. وعنون موقع المصدر أونلاين: حقوق الإنسان: آلاف الأطفال في تعز والضالع يواجهون شبح الموت نتيجة قذائف الحوثيين. أضافت الوزارة أنها وثقت مقتل وإصابة 9 أطفال خلال أيام العيد في تعز جراء قصف وقنص لميليشيات الحوثي. وطبقا للموقع، كثف مسلحو جماعة الحوثي عمليات القصف والقنص خلال أيام العيد في تعز، ورصد الموقع مقتل 9 مدنيين بينهم 4 أطفال خلال 4 أيام. كيف تتجنب أمريكا نشوب حرب غير مقصودة مع إيران؟ تحت هذا العنوان كتب ستيفن سايمون وريتشارد سوكولسكي مقالا أعادت الغد نشره وترجمه علاء الدين أبو زينة. مع ارتفاع مخاطر سوء الحسابات أو سوء الفهم، يجب أن يعمل ترامب الآن على التأكد من أن تكون الحرب الوحيدة التي تدخلها الولايات المتحدة هي تلك التي تريد أن تخوضها حقاً. على الرغم من عدم الوضوح الذي يسم البيت الأبيض، أصبح من الواضح بشكل مطرد في الأيام الأخيرة أن إدارة ترامب منقسمة حول أهداف سياساتها الإيرانية والدور الذي يجب أن تلعبه التهديدات العسكرية أو استخدام القوة في تحقيق هذه الأهداف، كما هو الحال في معظم قضايا السياسة الخارجية الأمريكية. من الصعب معرفة ما هي السياسة بالضبط ومن هو المسؤول عن إدارتها، ومن الممكن بطبيعة الحال أن يكون الخطاب الحربي وتحركات القوة التي سادت في الأسابيع الماضية مصممة إما لردع الاستفزازات الإيرانية أو للضغط على البلد ودفعه إلى الخضوع للمطالب الأمريكية. لا يبدو أن لدى ترامب شهية لخوض حرب مع إيران، ويقال إنه سخر من أن مستشاره للأمن القومي جون بلوتون ووزير خارجيته مارك بامبيو تقدما عليه في التخطيط لصراع عسكري مع إيران، لكن خيار الحرب ليس بعيدا عن الطاولة. والرئيس الأمريكي معروف بمزاجيته وزئبقيته، بالإضافة إلى ذلك، وحتى لو لم تكن لدى الإدارة رغبة في الحرب، مع وصول التوترات إلى درجة عالية، فإن عدم اليقين الإيراني وارتباك إيران إزاء الدوافع الأمريكية، وجود القوات الأمريكية على مثل هذا القرب من القوات الإيرانية ووكلاء إيران، لن يتطلب الأمر الكثير لإشعال فتيل صراع، والذي سيأتي بتداعيات كارثية على أمريكا والمنطقة. ربما يأتي الخطر الأكبر لنشوب صراع أمريكي إيراني غير مقصود من أعمال حلفاء ووكلاء كلا الجانبين، ولن يكون كبح هذه القوى سهلاً، فلديهم أجنداتهم الخاصة وهم ليسوا تحت السيطرة الكاملة لرعاتهم. تزداد التساؤلات والحيرة لدى أبناء المخفيين قسراً في سجون الميليشيات الحوثية عن عدم عودة آبائهم، وتعمقها إجابة الأم العاجزة عن إقناعهم غداً سيأتي ليتبخر حلمهم
برؤية أبيهم مع غروب كل يوم جديد، وتعنون صحيفة الشرق الأوساط: انقلابيو اليمن يحرمون أسر المعتقلين من زيارتهم ويضاعفون معاناتهم. وأوضحت أمة السلام الحاج رئيسة رابطة أمهات المختطفين اليمنيين أن عدد المختطفين والمخفيين قسرا لدى ميليشيات الحوثي بلغ حتى شهر مايو الماضي 8000 مختطف، من بينهم 122 امرأة. وترد الصحيفة قصة إحدى الأمهات التي أرادت رؤية ابنها المعتقل، وقالت إن الأم ذات 70 عاما لم تجدي توسلاتها لمسؤول السجن في السماح لها بزيارة ابنها، فقد تكبدت مشقة السفر من الحديدة إلى صنعاء لرؤية ابنها المختطف في سجون الميليشيا منذ 3 سنوات لتعود أدراجها حيث منعت من زيارته والاطمئنان عليه يوم العيد. وتروي أخت أحد المخفيين قسريا وتدعى أم يحيى حكايتها هي الأخرى، وتقول: لم يعد لوالدي الطاعنين في السن أمل من الدنيا سوى رؤية فلذة كبدهما المختطف منذ 4 سنوات، ولا يعلمان أين هو، وهل لا يزال حيا، وهل يمكن رؤيته قبل أن يودعا الحياة. ويسرد أهالي المختطفين للشرق الأوسط ما يتعرضون له من إهانات يلاقونها أثناء الذهاب لزيارة المختطفين، ويؤكدون أنه تتم معاملة الزائرين بامتهان دون احترام، وفي الأغلب يتم منع الزيارات ومنع دخول الأكل والفواكه والملابس، ويعود الأهالي بكل ما صنعوه وتكبدوا توفيره لذويهم. الكاتب الفلسطيني وائل عصام كتب مقالا في صحيفة القدس العربي عن علاقة إيران مع ميليشيا الحوثي، وقال في أجزاء من المقال: ينظر حسين بدر الحوثي إلى زعيم الثورة الإسلامية في إيران على أنه مثل أعلى، فيعتبره الإمام العادل، وهو من أسرة حوثية إمامية، ويؤمن حسين الحوثي بأن كل من آذى إيران سيتعرض للوبال. حسين الحوثي هو أحد مؤسسي حركة أنصار الله وشقيق قائدها الحالي عبد الملك الحوثي، وقد بدأت مسيرة التصاقه بالثورة الإيرانية سياسيا وعقائديا، فمنذ أن بدأ بزيارة إيران مع والده العلامة بدر الدين الحوثي منتصف الثمانينات، ومن يومها توطدت العلاقة بين الطرفين، وتوافد المئات من كوادر الحوثيين للتدريب في إيران. وبحسب شهادات قيادات حوثية انشقت عنه، كانت الزيارات لإيران تتم بشكل سري ومن خلال دمشق التي كانت تنقلهم لطهران من دون ختم جوازاتهم. على المستوى السياسي، أيد زعيم الحوثيين المؤسس الأبرز حسين الحوثي الخميني بشكل حاسم، ويمكن الاطلاع على ذلك من خلال ملازمه ومنشوراته المتداولة بين أنصاره والمطبوعة، ومن خلال تسجيلات مصورة لمحاضراته يقول في أحدها أن كل من وقفوا ضد الثورة الإسلامية في إيران في أيام الإمام الخميني رأيناهم دولة بعد دولة يذوقون وبال ما عملوا. هذا الترابط العقدي الذي مهد وعزز للتحالف السياسي المعلن مع إيران وحزب الله وتبنى شعاراتهما وأدبياتهما بالكامل، جعل الحوثي عضوا أصيلا في الحلف الإيراني، وله أهميته الخاصة لأنه يتموضع في موقع حساس في خاصرة الجزيرة العربية، ويمتلك مشروع الحوثي بعدا محليا وبعدا إقليميا تديره إيران، فهو يحلم باستعادة حكم الإمامية في اليمن، وهذا ما ينسجم تماما مع المشروع الإيراني ومع إمكانيات الحوثي التنظيمية والقتالية العالية. علقت صحيفة العرب الجديد حول تطورات قضية نهب الحوثيين للمساعدات على مدى سنوات، وعنونت الصحيفة: تفاقم الخلاف بين الحوثيين وبرنامج الأمم المتحدة للأغذية بسبب توزيع المساعدات. أفادت مصادر محلية في العاصمة اليمنية صنعاء بوجود خلافات حادة بين برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة وهيئة إدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية التابعة لجماعة الحوثي، على خلفية رفض الأخيرة تنفيذ خطة أعدها البرنامج للحد من عمليات الفساد في توزيع المساعدات بالمناطق الخاضعة لسيطرتها. قال مصدر في برنامج الأغذية بصنعاء إن البرنامج قرر أواخر العام الماضي تعطيل الاتفاقية المبرمة مع الهيئة التابعة للحوثيين والتي تخولها تحديد المستفيدين من المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة بعد الكشف عن فساد كبير في عمليات التوزيع. ورفضت هيئة التنسيق التابعة للحوثي مؤخرا السماح للمساعدات الإنسانية المقدمة من البرنامج بالدخول إلى محافظة الحديدة،
بحجة عدم كفايتها للسكان بهدف الضغط من أجل مضاعفة المساعدات، في حين قرر برنامج الغذاء تقليص المساعدات في بعض المناطق مطلع العام الجاري إلى حين استكمال نظام التحقق من الهوية. وبحسب بيان سابق صادر عن برنامج الأغذية العالمي، هناك 60% من إجمالي المساعدات المقدمة للمتضررين من الحرب في مناطق جماعة الحوثي تباع في الأسواق التجارية ولا يحصل عليها المستفيدون. بالانتقال إلى الأخبار المنوعة، نطالع من جريدة الحية اللندنية أحد الأخبار المثيرة للاستغراب، وقد أثار الخبر ردات فعل كثيرة في فرنسا. تعنون الجريدة: تأجيل محاكمة ديكن يصيح باكرا جدا. قالت التفاصيل: أرجأت محاكمة محورها ديكن متهم بأنه يصيح باكرا جدا في جزيرة سياحية في جنوب غربي فرنسا الخميس إلى 4 يوليو في مسعى إلى حل هذه المسألة بالتراضي. تضيف الصحيفة: لم يحضر الديك موريس جلسة الخميس من شدة التعب، وقد تغيب عنها أيضا أصحاب الشكوى وهما زوجان متقاعدان. يعيش الديك محور النزاع في سان بيير توليرون في جزيرة أوليرون على ساحل فرنسا الغربي، حيث يشكل صياحه فجرا مصدر إزعاج للزوجين اللذين يملكان منزلا في الجوار. أكدت صاحبة الديك أنها منفتحة على أي شكل من أشكال الحوار. وأما محامي الادعاء فقال إن موكليه وجه رسالة إلى رئيس بلدية المنطقة أعرب فيها عن نيتهما حل المسألة بالتراضي، موضحا هما يسعيان إلى الصلح وينشدان السكينة. صحيفة الديلي تيليغراف نقلت عددا من الأحداث التي دارت في مناطق مختلفة حول العالم عبر الصور التي وثقها المصورون. المنافسة لم تعد اليوم مقتصرة على الصورة والكلمة فقط، بل دخلت الريشة فيها عبر فن الكاريكاتير، ذلك الفن الساخر الذي يختصر الآلاف من العبارات ومئات الصور في رسمة. نتابع. بهذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نلقاكم غدا بإذن الله، إلى اللقاء.